هتلاقيه أجمل وأجمل طول ما حبك له دليل. خليك عاقل أمال، المجرم اتفق مع حسن وخلاه يغير شهادته. أبويا مظلوم. أنا حجنت. مفيش أمل. فاكر لما سيبنا الشيخ الشناوي زبطنا ولسوعنا بالعصايه؟ يا سلام، فاتت كام سنه. ولما اتنين بيقولوا احنا لبعض يا استاذ، ما بقولوهاش وهم ناويين ياجلوها لحد ما يعجزوا. زي ما انت فاهم، وانا كمان مش ناقصه. انا عمري ما اصبر بيني على البرنسيس شاينور، نخلي الحفله تحت رعايتها. مستر مزورس مستنيك في البيت عشان درس الرياضه. حرام عليك، دي الحصه باتنين جنيه. فاذا ما كنتش جريانه اتخلقوا ازاي؟ طبعا على الاقل عارفه بينزلوا ازاي. اما انتي. انا يا حسره، 20 سنه وانا جاتوا 60 خيبه. مش همثل يعني، مش همثل، طهقت من التمثيل. العسان لا قوم الساعه 2 الصبح، عيل عمره 6 سنين. مش ده العدل يا خلق يا هو، هو اله بالعافيه جابوه، شعره مكتكت شكله مخستك، خلوا الكهنه ناس يرقوه. لازم نعلن اسلامنا من جديد ونجاهد في سبيل نشر الدعوه، واحنا بنقول ان المجتمعات كلها جاهليه. وانا متاكد ان الحلم اللي حلمته لك هيتحقق. شفتك في الميدان قدام الجيوش لابس ابيض في ابيض ورافع سيفك وبتدي اول اشاره للهجوم.